نشرتي مؤخرا صورة لبنت عمرو دياب، فهل الصورة دي تمهيدا للرجوع مرة أخرى؟ انت فظاع بجد فظاع. Thank you so much. دينا الشربيني بتغازل عمرو دياب انها عايزة ترجع، ولما الصحفيين سألوها الموضوع قلب بشكل تاني خالص وسابتهم وردت رد مبالغ فيه وجريت. ده بقى رخص ولا لا، ولا القصة فيها ايه؟ هنعرف مع بعض كده. بس الاول صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو حضرتك مش مشترك في القناة نورني باشتراكك ووجودك معانا، ولو لايك على الفيديو ده تبقى حاجة كبيرة قوي منك دعما لينا عشان القناة تقدر تقف على رجليها تاني. طيب اللي حصل ايه؟ ان دينا الشربيني، طبعا حضراتكم عارفين ان هي منفصلة عن عمرو دياب، دينا الشربيني ابتدت بقى تنزل صورة هي وبنت عمرو دياب. وطبعا بنت عمرو دياب عليها كلام كتير جدا، لانها اتفصلت من الجامعة بتاعتها، وطبعا الصور اللي كانت بتنزلها فكلام كتير قوي كان على البنت دي. وطبعا مش هنقعد بقى نتناقش في الحتة دي ونقول ازاي ودي حاجة غريبة، لا ده العادي بتاع الفنانين والمطربين والممثلين والناس دي كلها. طيب وبعدين بقى دينا الشربيني نزلت صورة ليها مع بنت عمرو دياب كانت بتحتفل بيها وفرحانة بيها وكده. كانت امبارح بقى دينا الشربيني موجودة في العرض الخاص لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وكان كريم عبد العزيز موجود وزوجته وناس كتير جدا من صناع العمل يعني كانوا موجودين في السينما، كان فيلم عادي بالمناسبة، وطبعا الفيلم من بطولة دينا الشربيني. فجم بقى الصحفيين اتلموا على دينا الشربيني زي ما حضرتك هتشوف الفيديو كده، وسألوها عن الصورة اللي نزلتها، هل ده تمهيد لرجوع علاقتك بعمرو دياب تاني؟ نشرتي مؤخرا صورة لبنت عمرو دياب، فهل الصورة دي تمهيدا للرجوع مرة أخرى؟ انت فظاع بجد فظاع. Thank you so much. طيب هم فظاع وكل حاجة، لكن القصة كده وما فيها عشان بس ايه يعني تبقى الأمور واضحة. هي اولا ما نفتش، يعني هي ما قالتش لا طبعا وانا مش هرجع ومش عايز ارجع والكلام ده، وطبعا ما ردتش وقالت انتوا فظاع لان هما بيتكلموا في الموضوع تاني، في حين ان هي عملت تصرف في الموضوع، يعني هي اتضايقت ان هما اتكلموا معاها في الموضوع بتاع عمرو دياب، في حين ان هي نزلت صورة ليها وبنت عمرو دياب. طب انت بتنزليها ليه طالما كل حاجة انتهت؟ ده معناه انك فعلا لسه في عايزة مثلا ترجعي او كده، وده كان تفسير الصحفيين للموضوع ان هي عايزة ترجع وترجع علاقتها بعمرو دياب تاني، وبالاخص انها ما نفتش ولو حتى لحفظ ماء الوجه ان هم يسألوها على سؤال زي ده. لكن لو جيتوا للحق يعني وعايزين رأيي ان هي تعمل حركة زي دي فهو ده الرخص بعينه، يعني ما كانش المفروض ابدا تعمل الحركة دي عشان خاطر الموضوع ما يتفهمش بشكل مش كويس، سواء منهم من الصحفيين يعني او من بنت عمرو دياب او من عمرو دياب نفسه، ان هو يبقى شايف ان ده كده رخص، انت بتتكلمي في ايه؟ خلاص احنا بعدنا والموضوع انتهى. وخاصة ان هي لو حتى عايزة ترجع كده اساس المشكلة ما بينهم ان هو اصلا مش متجوزها رسمي، وان كمان هو مش عايز خلفة وهي كانت عايزة خلفة وقصة كبيرة قوي، فمعنى ان هي تبقى عايزة حاجة زي دي لو ده الافتراض ده سليم يعني ان دي مش حاجة كويسة ابدا منها. وممكن بعد ده كله تكون منزلة الصورة عادي لكن ما حبكتش، يعني ده دي بنت الشخص اللي انتوا سبتوا بعض وكان بينكم مشاكل وكلام كتير والميديا كلها تدخلت وناس هنا تحاول تصلح وانت تحاولي من يمين والشمال وتتواجدي في دبي وقت ما كان متواجد مع بناته وتروحي معرفش فين وبتحضري الحفلات والحاجات دي كلها، وده كله بيعمل علامات استفهام كتير ناحية ان دينا الشربيني بتجري ورا عمرو دياب. انتهى الخبر اللي معانا ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وبشكركم على الدعم وعلى وجودكم معايا في الحلقة الصغيرة قوي دي، واستنى معانا كل الاخبار الجديدة اول باول، وكان معاكم منعم ومستني طبعا رأيكم في الكومنتات على راسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.